اوكي الشاعر الجاي اسمه يوسف نايف تحيه سخنه لإله شكرا هلا مساء الخير جميعا استوحيت هذه الفكره او هذه القصيده من ديوان لأدونيس اسمه تنبأ أيها الأعمى سطر فيه بيقول كل يحاول أن يجر الجنة إلى بيته هذا السطر استوقفني فأنا يعني صفنت زي ما بنقول إحنا وما عرفت أكمل حتى القراءة فكتبت هذه القصيدة بناء على هذا البيت اسم القصيدة جسدي لا يمثلني كل يوم أظن النعيم يجيء إلي على طبق ذهبي وعطرك في شبه إغرائه وشراسة أنيابه يأكل الموت في لحظة كل هذا وقلبي لا يتحمل شيئا من البشر الجالسين كليل تبرأ منهم ومني كليل تبرأ منهم ومني لا أستطيع الجلوس مع الناس من يحسبون الجنان لهم دون جهد ودون التفكر في خلقهم ليتني زهرة المزهرية أو دفتر الكون إذ لا أبيض إلا سطوري أو خط هذا الشعاع إذا زين الصور المتسارعة اللانهائية الحق أني وضيع إذا لم أجد قوت يومي ضعيف إذا ما هممت بخير قبيح إذا شئت ذلك في لحظة وأنا لحظتي هذه دمعة وأنا لحظتي هذه دمعة دمعة لم تجد مخرجا أنا لحظة لن يراها سواي تقتل اللحظة الكاميرات إذا التقطتني في غفلة دون علمي بأن التنفس ليس حراما علي كما أخبروني مرارا ولكنهم يقتلون الشعور ويبتعدون عن الضوء في ساحة تستشيت شظايا ينامون ولكن إذا أدركوا أي شيء جديد يموتون تلك الحقيقة لكن أنا مثلكم عالق بين نفسي ونفسي عالق بين نفسي وغيري أرى جسدي يتمزق بين فتاتين تعتنفان وجودي أرى الروح تنزل تصعد حائرة تتخبط ثم هباء غيوم تفر كأن السماء ستسقط حتما عليها هنا الروح تائهة في تفاصيل ما ليس يحدث بل ها هنا جسد لا يمثلني مطلقا شكرا